طبعا هسه جينا البيت كلش قديم اسمه عبد الله بن شاهين، عمره 200 سنة، فيه 15 غرفة، والمعلومات الباقية تعالوا خلينا نعرفها سوا. هذا التفت هنا كانوا يقعدون سابقا. تخيلكم هاي الغرفة بيها تحفيات كلش قديمة، كرمون هاي الشحاطة مالتهم سابقا تشوفون يعني هذا الفخار القديم. هسه راح ندخل هاي الغرفة من طين، غرفة من طين قديمة والباب مالتها خشب قديم. هذا احمد لك وين ما راح اشوفه. يلا تعرف نشوف احمد. ما شاء الله، هذا تعرف شنو هذا؟ هذا ما اعرف شنو. يلا يلا هذه مال قراصنة، تتذكر احمد كنا نباع افلام وشوف هاي مال قراصنة ينقبوها سفن عملاقة ما تتحرك هاي اماكن الصيد سفن الكيش عرب اصلا اسمه فول سير الرجل العربية من ميدة وكمل خرافي هاي بيعون اكسسوارات جميلة بناتية وكلش حلوة افطارهم ايش قد حلوة. مكان يسحولة عصرية، كانوا يومي العصر هنا يقعدون بنص البيت كلش حلو. راح ندخل غرفة العرس، تعالوا يعرف اشوف شنو داخل هاي الغرفة. سابقا كانوا قبل 200 سنة عندهم ارقى الغرف هيك تكون. كانت جولة كلش حلوة، ان شاء الله عجبتكم. احمد عجبتكم ولا لا؟ كلش حلوة.